حنا مكرفسين ونشري مسكين مكرفس. ملي كيجي عاد ديال الثمن كيقول لي يا ولدي راه بزاف، كنقول له ما عندي ما ندير لك ابويا الدرويش اللي ناوليه الله. دابا ملي كيجي عاد الكليان كنقول له 360 روز ما كيتقبلنيش، كيردني شفر. بالنسبه لاختي الثمانات كاين ثمانات اللي طالعين حاليا، كاين ثمانات اللي طالعين. بالنسبه للزيت نهضروا عليه هو الاول كاع، دابا حاليا كيحسبوا لينا، دابا حاليا الفاكتوره ديالو كيحسبوا لينا، دابا اختي دابا كيحسبوا لينا ب 14 درهم و 40 فرانك، كنبيعوا حنا ب 16 درهم. بالنسبه للحانوت انا كنبيعوا ب 16 درهم ما عندي حتى ربح فيه، والصغير كيحسبوا لينا ب 7 درهم و 35 فرانك. بالنسبه للعطريه دابا البزار حاليا دابا هو جاي طالع دابا 45 44 درهم بالجمله، كنبيعوه ب 60 درهم. بالنسبه للسكين جبيرتو كنبيعوه ب 60 درهم. بالنسبه للخرقوم كنبيعوه ب 40 درهم. بالنسبه للوز كنبيعوه دابا ب 60 درهم، كنخلصوه ب 52 درهم. دابا هادو اصلا هما غاليه السلعه بلا عيد، هي غاليه الا الثومه اللي نزلت دابا شي شويه شي حاجه في الاسعار. بحال دابا كاوكاو هو ما كاينش دابا ديال برا، حاليا ديال برا ما كاينش، كاين ديال البلاد. كناخذوا دابا حنا دابا تقريبا 28 درهم ديال البلاد ديال المغرب، ديال برا ما كاينش، باش غادي يكون طيح شويه في الثمن ما كاينش. كنحسبوا دابا الناس 35 درهم 33 درهم، كاين اللي ما عندوش مسكين، كاين الدرويش اللي ما عندوش، كاين الناس مسكين كياخذ نص رابعه نص رابعه ما عندوش باش كياخذها، كاين الناس مساكن اللي ما عندهمش باش ياخذوا. كاين السيد مسكين كيجي كيقول لك دير لي 100 درهم 100 درهم وطحنها ليا، وانت عندك والعيد، العيد فينا والعيد؟ ما كاينش العيد، العيد فينا والعيد؟ العيد ما كاين لا عواش عندنا لا والو. بالنسبه لي انا حاط السلعه، عندي خدامه عندي مصاريف عندي كندير 800 درهم دابا في المجرة، عندي حاليا حاليا دابا كندير 800 درهم في العشيه، جي حسب بها معايا في المجر حتى 1000 درهم 1200 درهم. حانوت وكريب زباله فلوس ومعايا خدامه ومعايا مصاريف والسلعه غاليه، ملي كتجيب السلعه كتجيبها غاليه. العيد اختي قلت لك واخا كاين العيد ما كاينش الاقبال على السلعه، عندنا حاليا دابا ما كاينش الاقبال. ها انت دابا ها انت ديري فيديو لكل شيء تشوفي نهار كامل بقاي معايا دابا هنا، ما عندناش بالنسبه نقول لك زعما البيع والشراء الحركه اللي موالفه وداك الشيء. كان بكري كنا كنبيعوا ونشريوا وكنخدموا، كنا في المارشي الداخل قبل من العيد بشهرين والصرف كنبيعوا ونشريوا السلعه بثمن رخيف، وكنتمناو من هذه الحكومه ديالنا تشوف من حالنا وتشوف من حالات الناس اللي تي مساكن تاهما تياخذوا. ومن حنا مكرفسين ونشري مسكين مكرفس، ملي كيجي عاد ديال الثمن كيقول لي يا ولدي راه بزاف، كنقول له ما عندي ما ندير لك ابويا. انا دابا كنبيع ونشري، دابا حاليا كنبيع ونشري، كنقول له دابا 1200 درهم ربي شاهد عليا، كنجيبو ب 52 درهم. البيع والشراء غيشوفني كلشي غيشوفني دابا، وحاليا كنجيبو ب 52 درهم داير ليه 60 درهم، كندي فيه 8 درهم. 8 درهم ما كنبيعش فيه كيلو في النهار، كاين نهار ما نبيعش فيه 2 كيلو ما نبيعش، كاين نهار ما نبيعش فيه 3 كيلو، باش تعرف انه تيبقى شنو اللي غيخلص ليا انا، غيخلص ليا الكامون. الكامون دابا هو بخل دابا البلدي ديال البلاد 90 درهم 100 درهم جمله تيدير. خرقوم دابا حاليا 23 24 درهم، نجيبو نبيعو ب 40 درهم 30 درهم، واش هو اللي غيخلص ليا الحوايج اخرين؟ الروز، الروز اليوم الروز، الروز ديال الشمال 300 درهم باش جبتو البارح، 300 درهم باش جبتو البارح، كاين واحد في المغرب دابا كيدخلو، البارح جبتو ب 300 درهم. دابا ملي كيجي عندي الكليان كنقول له 360 روز ما كيتقبلنيش، كيردني شفار، انا مول الحانوت كيردني شفار، علاش؟ حيت هو مسكين ما عارفش السوق اشنو فيه، خاص الحكومه وخاص الناس المسؤولين هما اللي يوروا السلعه بشحال جايه. خاصهم يفرضوا عليه السلعه بشحال جايه، وزايدون عندي محل ما يمكنش دابا انا تنبيع ونشري، كضطر تنقص 2 درهم 3 درهم ودي درهم في الحاجه، خاسر انا خاسر. انا كنقول لك الروز خلصته ب 15 البارح، البارح خلصت الروز ب 15، من 11 درهم 10 درهم ولا ب 15 درهم، الله لا يعقل، الله لا يعقل. كاينين الحوايج اللي ناقصين راه ما نكذبوش، ولكن كاينين الحوايج اللي غلاو وهما كيتاجوا لهم الناس بزاف، راهم غاليين، انا ما عنديش كيفاش غادي، الاسعار غاليه اختي. بالعالم العربية التعربي الأسعار عندنا غالية. الدرويش اللي ناوليه الله إلا شافت الحكومة من حاله ومن حالنا تحنا تجار تنبيعو ونشريو، راه أنا براسي، أنا براسي دابا العيد واحل فيه مول، أنا خدام محل واحل في العيد قسما بالله العظيم، أنا العيد واحل فيه ما عنديش، أنا العيد براسي ما عنديش. ولا وريتك فاكتورة الناس شحال كتسال في السوق وفادي وفادي، ما نعاودش لك شنو كاين.
ناس غادي يشوفوني دابا مالي المعالد اللي هما تجار راه كيشوفوني دابا شحال واحد كيتسنى همون مليون ونص همون جوج همون ثلاثة همون أربعة راه السوق كلهم الناس كيعرفونا وغادي يشوفوا هاد الشيء وغادي يعرفوا شنو كاين حيت القدر راس المال ديال الناس ونطلبوا من الحكومة تشوف من حال الناس وتشوف من حالنا حتى حنا وتشوف من حال الدرويش وخلوا الناس يعيشوا ويحاولوا ينقصوا لهم الأثمنة حتى حنا باش نقصوا الأثمنة راه ماشي الأثمنة من مول المعال الأثمنة راه جاية من الفوق جاية من الأسعار الفوق وكنصروا جلالة الملك وكنصروا الحكومة ديالنا وكنصروا الشعب ديالنا الشعب تا هو لا عارف شنو كاين قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع صحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش ديروا جيم